يا خساره الغزال اللي حاله مال. حار ونار في جتتك يا عبد الله. مش عارف انا عاجبك ايه في الواد ده. ده واد صايع وكحيان. ما تبطل بقى شماته في عبد الله وتسيبه في اللي هو فيه. طب واللي طلعهولك من اللي هو فيه؟ اتجوزيه؟ تليفون صغير. اخليه يبقى في حضن امه. ازاي؟ مفيش دعوه. ازاي بقى؟ هدفع 15,000 جنيه للموافق يروح يتنازل ويخرجهم وساعتها نتجوز. فكري في كلامي كده واعليها بالعقل وتوكلي. تصطاد في المايه العكره يا شوقي. لا وانت الساده. بصطاد في الوقت الصح. القضيه دي بيتحكم فيها من اول جلسه. عبال ما تفكري بقى وتاخدي وقتك يبقى فات 5 سنين. 5 سنين؟ امال ايه 5 سنين؟ يخرج بقى من السجن ويبقى رد سجون. وانت بقى يكون فاتك قطر الجواز. دوري كلامي كده كويس واستغلي فرصة ان انا بعرض عليك الجواز. بعد فترة بقى مش عارف اكون بفكر فيه. يا غزال. يا فاطمة. يا فاطمة دموعك غالية عليا قوي. انت مش بتقولي انك جامدة؟ غصب عني يا ابني. احساسي انك في ضيقة وانا ايدي مش طايلة هيموتني. بعد الشر عليك يا أم. ان شاء الله باذن الله شدة وتزول وربنا هيقف معايا. انا عارف كويس. بس خلي بالك على نفسك. مش عشان خاطر اخوات البنات يا أم ما لهمش غيرك. يا عبد الله ده انت ابن عمري. عارف يا واد ابوك الله يرحمه لما مات وانا في عز شبابي وفاتكم ليا لحمة حمرا عيال صغيرة. بيتهيألي كده هنحط في الصخر عشان يا رب يكونوا تبقوا كويسين. كنت بتودي سبيكم. كنت مسنودة عليك يا عبد الله. لكن دلوقتي وانا في العمر دي هنسند على مين؟ وانا رحت فين يا خالتي؟ ده انا افتاك انت وناتي وفاتي. ياما ما تقلقنيش عليك اكتر ما انا قلقان على نفسي. ما تقلقش يا عطل. انا معاها ومفتيهم برقبتي. وان شاء الله باذن الله ربنا هيخرجك بسلامه يا عطل وترجع لينا بألف سلام. انا عارف انها هيتحكم علي وراضي باللي قسمه لي ربنا. بس مش قاطع بيا غير فراقك ياما انت واخواتي. وان شاء الله انا عارف ان ربنا هيستر علي. ياما ياما انا مش عايز اشوفك هنا تاني. خد يا سكينة واتكل على الله. الله يسامحك يا عبد الله. الله يسامحك يا ابني. مستكتر عليا اشوفك واطمن عليك. والله ما اقصد. والله ما اقصد. وحياة غلاوة. عندي ما اقصد. انت بتوجعلي اكتر من قلبي موجوع يا أم. يا أم مش عايز اشوفك بالشكل ده والنبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يستر علينا. يا أم أوصي. يلا يلا اسكري. يلا ما يشطر. يلا يا خالتي. اشكر ربنا يا هبطل. لا لا يا الله. لا اله الا الله. انا عارف انها هيتحكم علي وراضي باللي قسمه لي ربنا. بس مش قاطع بيا غير فراقك ياما انت واخواتي. وان شاء الله انا عارف ان ربنا هيستر عليا. انت بتوجعلي اكتر من قلبي موجوع ياما. ياما مش عايز اشوفك بالشكل ده والنبي. ان شاء الله باذن الله ربنا هيستر علينا. انت هتفضلي بقى ساكته كده كتير؟ والنبي ياما بقى ما تقطعيش قلبي. اعذريها يا فادي. ده انا غالي برضه. ايوه بس احنا عايزينها وحالتها كده ما تطمنش. مفيش اي جديد؟ ابو عمير الله يستره بيحاول يعني يحاول يشوف اي حد يوسط المعلم موفق ده. بس هو برضه منشف دماغه. مصيبه بقى ان الجلسه ميعادها قرب ولو ما تنزلش غلبان ده هيتصحوا. ولو ده حصل امي هتروح فيها. بعد الشر عليهم. عبد الله مش هيتحبس. هيخرج وقريب قوي كمان مهما كان الثمن. عندك حق؟